عبارة عن مطية. يعني كمان هيك دكتور ابو علي، تفضلت وقلت للناس الزموا احلاس بيوتكم طبعا، من وانا خوفك اقول علي. للناس الزموا احلاس بيوتكم، انا ضد هذا اللي يصير كل جملة وتفصيلا. انا وقلت للفجر الصادق، حركة الفجر الصادق، جماعة الفجر الصادق المعنيين بظهور الامام الحجة ابن الحسن، عليهم ان يلزمون احلاس بيوتهم وان يكونون كاللبن، لا ظهر يركب ولا ذرع يحلب. حقيقة الأمر الزموا بيوتكم، لأنه القاتل والمقتول كليهما في النار، وهذه فتنة.